أهلا بكم مشاهدينا الكرام مرة أخرى. الحقيقة منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية، حيث يشهد العالم حاليا أزمات وارتفاع في أسعار السلع والمنتجات البترولية، أثرت بالسلب على المواطنين، وهو بالتأكيد ما انعكس أيضا على المواطن المصري نظرا لارتباط مصر باستيراد جزء من احتياجاتها من السوق العالمية. ورغم هذه الارتفاعات الكبيرة، ولكن بفضل الخطوات التي اتخذتها القيادة السياسية منذ سنوات عديدة بتأمين مخزون استراتيجي من السلع والتوسع في استصلاح أراضي جديدة، ده كله خلى مصر أقل تضررا من تلك الأزمة. بالطبع هناك حالة من الجشع لدى بعض التجار دفعتهم خلال الأيام الأخيرة لرفع أسعار السلع الغذائية وحجبها عن المواطنين لرفع الأسعار، وهو ما وجه من قبل الحكومة وواجهته بشكل سريع جدا وبتحرك بشكل سريع أيضا لردع هؤلاء التجار الجشعين وضبط أسعار السلع في الأسواق من خلال عدة إجراءات، أبرزها إقامة شوادر سلع غذائية بأسعار مخفضة، كذلك في المجمعات الاستهلاكية، وتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق. بالطبع مشاهدينا الكرام، اتحاد الغرف التجارية هي جزء أصيل في ضبط الأسواق، وربما يكون الحلقة الأهم بطبيعة أنهم الجزء الأكبر في توفير السلع. الليلة مشاهدينا الكرام سيكون ضيفنا الدكتور عبد الستار عشرة، المستشار الاقتصادي باتحاد الغرف التجارية. أهلا بحضرتك يا فندم. الحقيقة لدينا العديد من التساؤلات فيما يتعلق بعملية ضبط الأسواق، خاصة مع ظهور يعني ظاهرة في الفترة الأخيرة، وهي احتكار المواد الغذائية واستغلال بعض التجار الجشعين لهذه الأزمات التي يعني تعتبر حولنا من وقت إلى آخر في استغلال المواطن ومحاولة السيطرة على قوته. حضرتك طمنا أكتر على وضع المواد الغذائية خلال الفترة القادمة. خلينا نبتدي الأول بموضوع الحرب الروسية الأوكرانية، لأن دي من يوم 24 فبراير مهما ما يحصل بعد كده، سواء انتهت بسرعة الحرب أو تأخرت، بقى عالم تاني، بقى في تغيير كامل في العالم، في الوضع العالمي، سواء اقتصاديا أو استراتيجيا أو عسكريا أو سياسيا، من ناحية كتير قوي. يعني هي يعني جت عملية مفاجأة كده، وإن كانت يعني هي غير مبررة أساسا. يعني أوكرانيا عاوزة تطلع تخش حين ناتو ليه ومش عارف إيه، دي مواضيع سياسية. طبعا هي القضية الأوكرانية الروسية هي ليست يعني فقط تؤثر على مصر، ولكن على العالم أجمع، ترتب عليها إن العالم كله هيتأثر. يعني سواء بالنسبة للطاقة أو بالنسبة للمواد الغذائية، بالنسبة للنقل، بالنسبة للوقود، لموضوعات عديدة. لكن احنا يعني بالنسبه للمواد الغذائيه عندنا لسه الاثر مش فوري. نعم، يعني احنا عندنا قمح يكفينا 4 شهور الحمد لله، وبعدين هيبتدي الانتاج الموسم بتاعنا الجديد من ابريل، هياخد له هيكفينا كمان 4 شهور، يعني عندنا 8 شهور. الدقيق اللي بتسلم للمخابز ما تغيرش سعره، ولا الحكومه غيرت سعره؟ ما تغيرش. سواء الدقيق اللي هو الاستخراج 80 زي ما هو، اللي بتسلمهم كميات دقيق وبيسلموها كمية عيش. نعم، ومفيش دولة في العالم فيها ال 320 رغيف بدولار. الرغيف المدعم اللي بخمس قروش ده 320 يعني رغيف بدولار. طبعا يعني يعتبر هذا يعني مش موجود الا في مصر، يعني بالجنيه ب 20، ب 20 رغيف في 15 وشويه، يعني اكتر من 300 رغيف بدولار. ده مش موجود ولا في الجنه، ده مش موجود خالص. وده المفروض يراجع. يعني اذا كنا بنتكلم عن الناحيه الاجتماعيه، يشوفوا اي طريقه ثانيه. يعني كيفيه مراجعه، يشوف العمليه اولا، ده كونه رخيص بالطريقه دي، مش الناس ما بتاخدوش كله، بتاخد نقاط خبز بداله او بياخدوه وبيدوه علف للمواشي وللدواجن. نعم، فانا بجيب قمح غالي واديه علف للمواشي، ولكن هناك من يقول ان يعني بعض المستحقين لهذا الخبز. شوفوا طريقه ثانيه تعوضوا المستحقين، واحنا عندنا 65 مليون واحد عنده بطاقة تموينية. نعم، 65 مليون نسمة عندهم بطاقة تموينية. تمام، يعني أكتر من 65% من السكان عندهم بطاقة تموينية بياخدوا دعم. أعتقد أن جزء كبير منهم ما يستحقوش. طيب أعتقد أن في الفترة القادمة سيتم فلترة هؤلاء الغير مستحقين. شوفوا عن طريق الحوكمة الرقمية، ادي بدل نقد، دعم نقدي، ادي بأي طريقة تانية، لكن بلاش نرمي القمح اللي بقى غالي دلوقتي بالطريقه دي، ويستخدم استخدامات
غير الاستهلاك الادمي. ادي بدل نقدي، زود مرتبات الناس المستحقه باي طريقه، ما انت بتزود مثلا كل سنه 20% وساعات 30% في الرواتب، زود خمسه قدام فروق الخبز ديت 5% واديها للناس. يعني هل هناك اتجاه لاستبدال الخبز بدل نقدي؟ ما انا ده الحساس الدوله، انا نعم. ما اقدرش احكم عليه. الدوله اللي بتبص لها، ولكن بعين الدوله اللي بتبص لها عن بعد اجتماعي. كيف ترى مدى يعني جدوى ذلك في الفتره القادمه؟ انا اعتقد ان ده الافضل كتير، لان انا باهدر كميه كبيره من القمح او المواد الغذائيه بتاعتي، نعم، بتروح في غير الطريق المطلوب المعمول يتعمل ليها، والدوله تتحمل. النهارده القمح قرب من 300 من 400 دولار بره في العالم، زائد مصاريف النقل غليت، لانه صحيح احنا لسه ما جبناش، ما ظهرش الاثر ده عندنا. النقل طبعا لزياده ارقام الوقود هيزيد جامد، وبالتالي انا بجيب قمح غالي وبنقله بثمن غالي وبعدين اديه للحيوانات. طيب، الاستراتيجية الأساسية للدولة هو تحقيق الأمن الغذائي وأيضا طيب. الحفاظ على الحد الأدنى من المخزون الاحتياطي، خاصة في عهد أو في عصر الأزمات. احنا مقبلين على شهر رمضان، كيف هو الوضع الآن على أرض الواقع؟ احنا عاوز أقول للأسف إن احنا كل احتفالاتنا الدينية بتتحول إلى احتفالات غذائية. طبعا احنا طبيعة المصريين يعني رمضان يبقى، مع رغم انه يبقى بدل ثلاث وجبات. طب ليه للاسف يا فندم؟ هذه احد جواهر يعني المفروض ان الناس يعني الحاجات الجميلة اللي موجودة عند المصريين، علشان الناس تنظم اكلها طبعا وتبقى افضل. المفروض ان انا في الايام الحادية باكل ثلاث وجبات في رمضان، وجبتين مش كده؟ المفروض ان الاستهلاك لكن بيزيد بيتضاعف، وبعدين في هدر كبير بيحصل. طبعا دي فعلا، فمفروض ان يعني حضرتك المشكله حق فيها. المشكله عند المواطن، عند الدوله، لان المفروض توجه الدعم بطريقه مظبوطه عشان ما يهدرش، عند الثقافه العامه والاعلام لازم يوجه لهذا الكلام. يعني النهارده الدوله من قبل رمضان بثلاث اربع اشهر بتستعد تعمل مخزونات لرمضان، تجيب مخزون لرمضان، تعمل تزود كذا لرمضان، ماشي. الدوله حريصه ان الناس تستمتع. نعم. بيجي اعياد يبقى لازم في استهلاكات سلع معينه، عيادك كبيره او صغير في استهلاكات سلع معينه. يعني كل اعيادنا سواء الاجتماعيه او اعيادنا الدينيه بتتحول الى ضغط. نعم. على الاسواق، ضغط على الاسواق. طيب، هنا السؤال بيطرح نفسه في مجال التنسيق بين الجهات المعنيه وفي الدوله. اعتقد ان هناك خطة للتنسيق مع الموردين ومع كبار المنتجين خلال الفترة القادمة؟ مش تنسيق بس، ده احنا الدولة يعني بتلجم الأسعار على قدر الإمكان. نعم. يعني احنا عندنا السلع الغذائية اللي موجودة في السوق. في أكتر من جهة بتعمل على توفير هذه السلع وبأسعار مناسبة. يعني عندنا وزارة الزراعة عندها منافس، وزارة الداخلية عندها منافس، وزارة القوات المسلحة عندها منافس، الشوادر اللي بتعمل، المعارض اللي بتعملها، معارض المواد الغذائيه اللي بتعملها الدوله بالمشاركه مع الغرف التجاريه واتحاد الصناعات في كل المحافظات. طبعا المجمعات الاستهلاكيه اللي بتعملها وزاره الشؤون كل ده بينزل سلع باسعار مش زياده، يعني بدون مبالغه فيها. يعني هو السعر غصب عنه زاد هيزوده، لكن احنا لغايه دلوقتي بيحاولوا على قدر الامكان ما يزودش الاسعار. فالدوله الاجهزه دي كلها سواء المجمعات او المنافس او منافس وزاره الزراعه والداخليه والجيش، كل ده بيلجم الاسعار على قدر الامكان، بيبقى السوق الحر. وبعدين بتلاقي في ناس بتزود زياده غير مبرره. يعني انا اذا كان الفرن اللي مثلا اللي هنا في شارع التحرير ده مثلا كان رغيف الفينو العادي اللي هو قد كده بتاع التلميذ اللي بياخده معاه الصبح كان ب50 قرش، بقى بجنيه. تمام. امبارح جيت اجيبه لقيته بجنيه ونص. طب ليه؟ هو انت القمح اللي انت خدته دلوقتي من الدوله زاد؟ ما زادش. طب هنا فين رقابه الدوله؟ هو طبعا ما فيش تسعير، وفي العيش المدعم اللي بخمسه ساق محددين قطره ومحددين نسبه الرطوبه اللي فيه ومحددين كذا كذا، وهو بيسلم للدوله عدد معين مقابل الدقيق اللي طيب يا فندم، بس لكن ده مش هيقدر يسيطر عليه ليه؟ بالتاكيد. طب والدور الرقابي هنا، يعني اكيد الدور الرقابي دور هام جدا وله باع طويل في هذا المجال. عشان كده انا بقول المشكله يعني. مش طب اين الدور الرقابي هنا يعني؟ المشكله عند المواطن اللي لازم يبقى حريص على انه ياخد حقه. تمام. عند الدوله عشان تزود الرقابه على الناس اللي بتزود اسعار بدون مبرر، ما نقدرش نطلب التجار كلهم ان هم جاشعين.
طيب برضو السؤال بيطرح كشير. نفسه يا فندم، ما هو برضو حضرتك بتقول المواطن المواطن البسيط قد لا يعي أو قد لا يعرف إلى أين يتجه، من المسؤول، ما هي أرقام التواصل مع الجهات المسؤولة، ما بيعرفش برضو إيه هي حدود المطالبة بحقه. جهاز حماية المستهلك، تمام، وزارة التموين ونقاط التموين كلها. احنا عندنا في الغرف التجاريه كنا عاملين مكاتب للمتابعه مع حمايه المستهلك، تمام، يروح يشتكي لها لما يلاقي سلع فيها زياده غير مبرره، زود بزياده غير مبرره، ليه يقولوا ليه انت عامل زياده دي ليه يعني. طب وهل يتم تقديم الشكوى دي شكوى رسميه ولا هناك ارقام للتواصل؟ حمايه المستهلك عنده ارقام للتواصل، بيتصل بيها يقول له الجهه الفلانيه بتبيع كذا بكذا. يعني خلي الثقافه، خلي رئيسة الاعلام تقول الكلام ده للناس يا جماعه. لو لقيت سلعه بتتباع بزياده غير مبرره، محدش اعلن ان الدي زاد بالظبط فعلا ولكن هو استغلال من بعض التجار لهذه الازمات، او بمعنى اصح للشائعات التي تدور حول هذه الازمات تحديدا. ده النقل زاد يا عمي، نقل انت مالك، انت مستلم دي بسعر معين وموجود ما زالت تستلم بسعر معين. النهارده مين اللي بيستورد القمح؟ الدوله بتستورده او شركات قطاع العام، حتى لو جابته شركات القطاع الخاص بيطحن في مطاحن حكوميه وبتخزن في صوامع حكوميه. والدوله اللي بتوزعه سواء الدي 80 او الدي 72، مش كده؟ تمام. والسعر زي ما هو، يبقى مفيش ده معنى ابدا لان الافران تزود الاسعار. طب جميل جدا اخو من كلام حضرتك، نحن مقبلون على شهر رمضان المبارك، لدي احصائيه هنا قمح طبعا 4 شهور وبالاضافه طبعا لموسم الحصاد، 4 شهور التانيين اللي جايين بعدهم، الزيوت 5 شهور، الارز 4 شهور ونص، المكرونه 5 شهور، يعني السكر 5 شهور، وحاليا موسم توريد البنجر وقصب السكر. طبعا هي يعني بصراحه حاجات تبعث على التفاؤل يعني، الدكتور علي بالظبط يعني حقيقي ماسك الموضوع. ولكن كويس. إذا حبينا بقى نتكلم بالتحديد على أرض الواقع، كيف استعدت الدولة بمنافذها المختلفة لاستقبال شهر رمضان المبارك بالنسبة للمواطن البسيط العادي؟ احنا كل سنة مع وزارة التموين كغرف بنعمل مشروع بتاع برنامج أهل رمضان، وبنعمل معارض بيع سلع في معظم في كل المحافظات تقريبا، وبعض المراكز مش في المدن بس، كمان في بعض المراكز. تمام. أهل رمضان بينزل كل مستلزمات رمضان، مواد غذائية وحتى يميش وسكر وزيت ومش عارف، ونزل كل الكلام ده بأسعار رسمية. متى تبدأ هذه المعارض تحديدا؟ تبتدي من نص، من قبل، من نص شعبان، كانوا بيبتدوها قبل رمضان بحاجة بسيطة، هيبتدوها من نص شعبان. يعني من كم يوم، كمان كم يوم هتبدأ، وبتقعد لغاية العيد، وبعد كده بينزل مستلزمات العيد في آخره كمان يعني. ويعني يمكن احنا كنا أول ناس ابتدينا الكلام ده من زمان، من سنة 96 95 ابتديناها، ابتديناها كمان بموضوع أهل المدارس، وبعدين ابتديناها أهل رمضان. كنت أول وقتها كان الدكتور حسن خضر الله يمسيه بالخير وزير التموين، وقلت له عندي واحد وعاوز يعمل معرض لأهل المدارس ويعمل معرض، قال لي هاتهولي وتعالى دلوقتي. رحنا وعملنا أول معرض في أرض المعارض، وكان يعني إقبال شديد، حتى جه عيد الأضحى بعد كده هننزل خرفان يعني اتعمل. فوزارة التموين بتقوم بدور، الغرف التجارية بتقوم بدور كبير، وزارة الزراعة بقى عندها عدد كبير من المنافذ بتبيع فيها، وزارة الداخلية عندها المشروع بتاعها بتاع كلنا واحد، الجيش عنده منافذ كتير متنقلة وثابتة، وعنده مراكز إنتاجية كتير. يعني الجيش بقى منتج دلوقتي، يعني بيكفي نفسه إنتاجا وبينزل للسوق منتجات، وبينزلها بأسعار، أولا سلع بينزلها عالية الجودة زائد بأسعار معقول. فإحنا الجهات دي كلها بتلجم الأسعار بالنسبة للسوق. المطلوب بقى إن المواطن يبقى عارف حقه ويتابعه، زائد جهات الرقابية تتابع الناس اللي بتغلي الأسعار بدون داعي. طيب بالنسبة للمعارض زي معرض أهلا رمضان، أكيد هناك العديد من الشركات اللي بيبقى ليها دور حيوي جدا خلال هذه المرحلة، خاصة فيما يتعلق بالأغذية الاستهلاكية. ما هو حجم مشاركة هذه الشركات في هذه المعارض؟ احنا عدد كبير جدا من الشركات، سواء المستوردة للسلع أو المنتجة ليها أو شركات زراعية أو غيره بتشترك. وبعدين احنا كغرف بنساهم في تكاليف إيجار أرض المعرض. بمعنى يا فندم يعني حضرتك عشان الراجل اللي رايح يعرض مفروض انه بيدفع إيجار للمكان العرض، احنا بنساهم فيها، الغرف بتساهم في ده، بحيث ان يبقى ما يتحملش مقابل إيجار أرض المعرض. يعني يبقى رايح بيعرض بضاعته بدون ما يدفع حاجة. تمام. في هذا المعرض، وبالتالي احنا بنتحمل جزء كبير منه، وبنخلي كل غرفة تدفع مبلغ على اساس يعني يا اما هم هيقوا المكان للعرض ويروح الراجل يبقى كل اللي عاوز اليوم مساحته كذا في كذا بيديهوله، يا اما برقم رمزي يا اما بدون مقابل خالص، على اساس ما يحملش على السلعه
اي تكاليف، وبالتالي بيبيعها بسعر مناسب، مناسب جدا، انسب من اللي بيبيعه بره في السوق الحر. يعني احنا مش بنحارب التجار اللي بره، لكن يا جماعه بنقول لهم راعوا البلد. يعني احنا مش عاوزين التاجر اللي بره يخسر، مش عاوزين البقال اللي واقف في محله يخسر، لكن ما تزودش زياده غير مبرره. بالتاكيد في غيرك طيب. هيبقى موجود والناس هتروح تجيب منه. طيب بالنسبه طبعا وزاره التموين اكيد ليها العديد من المنافذ سواء المتنقله او الثابته، حضرتك طمنا على هذه المنافذ برضو حجمها ومدى توفرها في جميع المحافظات. وزاره التموين عندها المجمعات الاستهلاكيه كلها، ودي موجوده منتشره في كل شارع، في كل يعني شيء تقريبا في كل في معظم الاحياء موجوده. جميل. وفي الاحياء الفقيره وفي الاحياء الغنيه، غير السوبر ماركتس والهايبر والكلام ده مالناش دعوه بيهم، لكن المجمعات الاستهلاكيه كل السلع اللي فيها اولا صالحه للاستخدام، ما فيش حاجه منتهيه الصلاحيه. نمره 2 بتتباع باسعار ما فيش فيها زياده مبالغ فيها او ما فيش زياده خالص نتيجه اللي حاصل ده لغايه دلوقتي، ما فيش اي زياده. يعني يمكن بعد فتره لو طالت الحرب عن كده شويه ممكن الحاجات تبتدي طبعا دي. ده شيء طبيعي، لكن يعني ليس أنا أعتقد في مصر فقط. انا اعتقد دلوقتي اللي انا بقوله ان لن يمر شهر الا وكل الموضوع ده اتحل. طيب جميل جدا. مدى توفر ايضا، يعني يمكن سؤال بيطرح نفسه على يعني جميع المشاهدين بيسالوه دلوقتي، يميش رمضان، احنا في رمضان ليه طبعا منتجات خاصه، ماذا عن يميش رمضان؟ يميش رمضان دلوقتي تطورت اسعاره جامد جدا، بقى ب 400 و500 والكلام ده بالظبط. وطبعا اللي بيجيبوا الفئات الغاليه، لكن احنا عندنا الجزء المصري سواء التمور النواشف بتاعتنا موجوده. وفي حاجه انا بقى يعني مستغرب ليها، يعني احنا اول دوله في العالم دلوقتي انتاجا للتمور. جميل جميل. واول دوله عربيه برضو انتاجا للتمور. ليه التمر يبقى ب 60 جنيه؟ فعلا ليه يعني؟ ده كانوا زمان بيقولوا ان البلح ده غذاء الفقير وحلوى الغني، مش كده؟ حلوى الغني ولا غذاء الفقير؟ يعني ليه يبقى بالسعر ده؟ وبعدين اللي جه عملوا مليون مشروع المليون نخله ومشروع مليون كذا ليه السعر يطلع لكده؟ يعني دي مزارع كبيره سواء الدولة اللي بتعملها أو القوات المسلحة اللي بتعملها، ليه سعر بلح كده؟ التمور الناشفة بتاعت الصعيد بتاعتنا ليه تبقى ب 40 وب 50 وب 60؟ كانوا بينتجوا البيكان ده بدل عين الجمل وبتاع بأسعار معقولة. ليه ما ينتجش زبيب مصري برضه يخليه رخيص بدل ما بيجيب إيراني وبيجيب سوري وبيجيب غيره؟ كانوا بيعملوا السنين اللي فاتت بتاع ده القمر الدين المصري وبيعملوه من الجزر ومن المشمش برضه بتاع، لحد ما نحاول ننتج الحاجات دي بدل ما نستورده باسعار كبيره. طبعا انا لما اروح اجيب بندق او لوز او جوز او عين جمل ومش عارف ايه وايه ده بستورده من بره باسعاره. بس برضه في سؤال يا فندم برضه، يعني عشان نتكلم برضه ونكون قريبين على لارض الواقع، مستلزمات الزراعة في حد ذاتها بقت أغلى. أيوة بالتأكيد، وبالتأكيد ده هيأثر على المنتج النهائي أو المحاصيل وعلى زيادة أسعارها في الأسواق. أنا بتكلم على إن مش زيادة غير مبررة، غير مبررة. لما يكون أنا عندي نخيل مزروع، يعني مجرد العناية بيه تمام، واتزرع صرف عليه، ما يبقاش كيلو التمر ب 60 جنيه تمر الطري مثلا. طب يتم تحديد هذه الاسعار على اي اساس؟ يعني هل هناك كرايتيريا او بمعنى اصح استراتيجيه او معايير معينه يتم على اساسها تحديد هذه الاسعار، ولا هي بتبقى جزافيه؟ ما هو ده اللي بنقول عليه. انا كدوله، وطبعا احنا بنقول مش هنسعر، بس على الاقل الدوله تنزل اسعار. طبعا هي اتفاقيه الجات طبعا يعني منعت عن موضوع التسعير او الاسعار. اتفاقيه الجات اعتبرها دوليه، احنا بنتكلم على السوق، ولكن اكيد هي بتاثر علينا. يعني هو موضوع يعني حته ان احنا نحط السعر بشكل رسمي على المنتج. اتفاقيه الجات اللي عملوها اول ناس بيكسروها، يعني اللي بتعمله دلوقتي امريكا ضد روسيا، ووقف التعامل مع روسيا، وقف الحسابات، والغاء السويفت، كل ده ضد نظام التجاره العالميه، ضد فئه نظام التجاره العالميه. نظام التجاره العالميه بتعمل ايه؟ ده مهمتها كلها تيسير التبادل التجاري الدولي. مزبوط. بدون وجود اي معوقات. انتوا بتعملوا معوقات، كل الدول اللي عملتها المنظمه هي اللي بتحط كل المعوقات، ومحدش بيقول لها بتعملي كده ليه؟ مظبوط فعلا. انا النهارده لما اجي اصادر ارصده بتاعه روسيا مثلا او بتاعه دوله معينه، اكيد هتاثر يعني بشكل او باخر، ليس فقط على روسيا ولكن على جميع على المجتمع الدولي. يعني انا اجي دوله جنب لدوله ثانيه مليارات الدولارات بدون اي سبب، يعني بغض النظر عن هي غلطانه او مش غلطانه او اوكرانيا، ولكن احنا بنتكلم على الميزان الاقتصادي او الناحيه الاقتصاديه. الموضوع الداخلي وتسعير الداخلي ده ملوش علاقه بنظام التجاره العالميه خالص. ده في المعاملات التجاريه الدوليه. وان كانوا هم اول ناس بيخالفوا معاملات التجاريه الدوليه. تمام. اللي بره اللي احنا لكن احنا ما بنخالفش معاملات التجاريه الدوليه. وانا بقول انا بمنع استيراد من جهه معينه
هو اللي بيمنع الاستيراد والوقود انه محتاجه وبيمنع استيراد من ولكن بالتاكيد هذه الازمات بشكل او باخر بتؤثر علينا بدليل يعني موضوع القمح وايضا ارتفاع اسعار الغاز والطاقه وما الى ذلك. طبعا بعد 24 فبراير غير اللي قبل 24 فبراير خالص، الوضع بقى مختلف تماما. طيب نيجي بقى للداخل يا فندم، يمكن رئيس الوزراء كان هناك يعني اجتماع اسبوعي للجنه مواجهه تاثير الازمه على السلع الاستراتيجيه، طبعا ده يعتبر تحرك يعني غير مسبوق من جهة الدولة ومن قبل دولة رئيس الوزراء، يعني حضرتك تقيم ده ازاي وإلى أي مدى ممكن أن تسهم هذه الاجتماعات في مواجهة تأثير هذه الأزمة على السلع الداخلية في مصر؟ احنا خلال الاجتماعات اللي عملها رئيس الوزراء كلها احنا لغاية دلوقتي الحمد لله عندنا وفرة في السلع الاستراتيجية بتاعتنا. تمام. النهاردة أنا هيجي الوقود مثلا، احنا الوقود مثلا بنزين 92 بقى ب 8.5 لاخر زياده ليه. مظبوط. الوقت طفره جامده، البترول برنت بقى وصل ل 130 ورجع نزل ل 120 وبتاع، هل هيستمر ده ولا لا؟ لو استمر ده يبقى انا غصب عني لازم هزود الوقود عندي، رغم ان هو زاد بره كتير، يعني بره اللتر بيعدي ال 20 جنيه دلوقتي في بريطانيا، لان انا في امريكا حتى في بعض الدول في 15 16 جنيه، ما يعادل 15 16 جنيه. احنا ما زال عندنا 8.5، لكن على المدى القريب لو استمر الوضع على هذا الاساس يبقى انا الوقود هيزيد عندي. الوقود هيزيد عندي يبقى هيزيد عندي النقل الداخلي، فبالتالي هيزيد بغض النقل الخارجي سعر المنتج غير النقل الخارجي السلع. النقل الداخلي حاله الحرب اللي موجوده هترفع اسعار التامين، اسعار التامين التامين البحري البضاعه اللي جايه، ما هو بيعمل بس التامين. طيب دي اشكاليه لما اخرى لما بيجي جايب قمح مثلا من اوروبا او من اي حته تانية ويعدي على مناطق كده، فبيبقى سعر التامين بيرتفع، يبقى ارتفع عندي سعر النقل عشان الوقود وسعر التامين، فده يعني ده طبيعي هتزيد اسعار الحاجات دي اذا استمر الوضع على كده. اذا لم يتراجع، وانا اعتقد انه خلال شهر هتنتهي الحرب دي، هم قربوا الوقت بيتكلموا في الموضوع. طيب ده يعني ان كيس او في حاله ان انتهاء هذه الحرب، ولكن اذا استمرت الحرب يعني ده سؤال برضه بيطرح نفسه، هذه احتماليه قائمه، كيف سيكون الوضع؟ لازم نستحمل جزء من الزيادات. هيكون في زيادات حتى ولو بشكل طفيف هيكون في زيادات. يعني مفروض انه في بعض السلع احنا بننتجها محليا اللي هيزيد لها، ما انا لما هتيجي تقولي لي الدواجن، طب انا بنتجها محليا، ما انا بجيب علف من بره، الابقار والمواشي اللحوم مثلا الحمراء انا بجيبها من بره، واللي بربيه هنا بجيب له علف من بره او من هنا، وادويه بيطريه وغيره، وبالتالي هيبقى في زيادات في الحاجات دي. لكن انا دلوقتي النهارده كان مثلا وزير الزراعه بيتكلم من كام يوم وقال عندنا اللحوم الهنديه مش عارف ب 55 جنيه والسودانيه الطازه ب 95 والارجنتيني والبتاع البرازيليه ب 75 والبلدي بقى ملناش دعوه بيها. طيب جميل جدا. برضو يعني في نقطة مهمة حضرتك أثرت نقطة، وهي في حالة لا قدر الله استمرار الحرب وكانت طويلة الأمد، أكيد هيكون في نوع من أنواع الزيادات خلال هذه الفترة. ده اقتصاد حرب. طيب ما هي الآليات التي يمكن تستخدمها الدولة خلال هذه الفترة لو كان في لا قدر الله زيادة في الأسعار لضبط الأسواق والحفاظ على توازن السوق؟ هل بزيادة كمية المنتج أم في محاولة أيضا ضبط الأسعار من خلال يعني تشديد العقوب على المحتكرين وعدم يعني إن هم يخلوا المنتج حكر على جهات معينة مثلا؟ هو ما يقدرش يجعل المنتج حكر على جهات معينة، وفي نفس الوقت ما يقدرش يسعر، لكن هي توجيهات من الإعلام وتثقيف الناس. ولكن في احتكار بالفعل يا فندم في السلع، يعني حاليا في احتكار. الاحتكار ده مش مقبول، وفي قانون عندنا محاماية المنافسة منع الاحتكار. بالظبط. هم اللي بيلاقوه بياخد سلعة بيخبيها بيعملها بيقبضوا عليه وبياخدوا السلعة منه. فاحنا محتاجين في الفترة اللي جاية أولا رقابة أشد من الدولة، مش هنضرب الناس بأي كلام يعني، لكن يعني بالحق طبعا أكيد بالحق. زائد ثقافة المستهلك والإعلام دور كبير في هذا الموضوع. احنا لغاية دلوقتي مسيطرين على الموضوع، عاوزين لو الموضوع تردى في الوضع استمر أكتر من كده محتاجين مجموعة من الإجراءات ونشددها بقى. يعني احنا انت عارفة وزارة التموين اتعملت امتى؟ نعم اتعملت امتى؟ أثناء الحرب اتعملت وزارة التموين. ما كانش عندنا حاجة اسمها وزارة التموين، ما فيش حاجة اسمها وزارة التموين. اتعملت وزارة التموين عشان أثناء الحرب العالمية واللي قبلها، اتعملت وزارة التموين عشان
توفر السلع. احنا مش بنقول نلغيها دلوقتي، هي قايمه بدور كويس جدا طبعا كل حاجه، بس مش زي ما كانت ايام الحرب. ايام الحرب حاجة. احنا النهارده لو دخلنا في مرحله حرب، وزاره التموين قايمه بدور، قوات مسلحه قايمه بدور، الداخليه قايمه بدور، وزاره الزراعه قايمه بدور، المنظمات الداخليه زي اتحاد الغرف واتحاد الصناعات وجمعيه حمايه المستهلك ومش عارف ايه، كل واحد من ده يقوم بدوره، والعبء هيبقى عليهم اكبر، والمفروض يقوموا بدور اكبر، والدوله تتعاون معاهم وهم يتعاونوا مع الدوله في هذا المجال. طيب هناك اجهزه كثيره او ما نصح تنفيذيه لوزاره التموين، منها مباحث التموين وجهاز حمايه المستهلك وجهاز حمايه المنافسه ومحاربه او منع الممارسات الاحتكاريه، كيف يتم التنسيق بين هذه الاجهزه التنفيذيه على وجه التحديد لمحاربه الاحتكار وتوفير السلعه باسعار مناسبه؟ احنا عندنا جهاز حماية المستهلك سواء أنا كنت لسه بتكلم في الموضوع ده، اللي يلاقي حاجة غير مبررة عنده أرقام حماية المستهلك مش عارف 19 كام، يتصل بيهم يقولوا في كذا كذا. جميل. وأنا في أكتر من حالة كان الناس بتكلمني مثلا حاجة على الأجهزة أو مش مواد غذائية حتى، أنا أجهزة أو غيره، بيكلم الراجل كان بيقول على طول بيبعت حد وبيحل المشكلة على طول. فهنا الناس دي المفروض الإعلام ينشر الأرقام دي، يا جماعة اللي يلاقي حاجة مخلة في جهاز حماية المستهلك أرقامه أهي، وفي مكاتب لحمايه المستهلك في الغرف ارقامها اهي، ويتصل بيها. احنا عندنا في الغرف احنا بنقول ان احنا ايه، الغرف التجاريه رعايه للتاجر وحمايه للمستهلك، ده المبدا اللي احنا بنرفعه بالتاكيد، رعايه للتاجر لان التاجر ده هو العضو بتاعي وانا يهمني انه يشتغل ويكسب ويبقى كويس، وحمايه اللي في نفس الوقت بنحمي المستهلك، فاحنا بنقوم بدورنا ده. برضو الدوله نفس الكلام، هي وزاره التموين مش عاوزه تقضي على التاجر، عاوزاه يشتغل وعاوزه تساعده ويستمر، لان لو ما استمرش الدنيا اتقفلت، الدوله مش هتقدر تقوم بكل حاجه. اكيد طبعا في دور للمواطن طبعا والقطاع الخاص، بس نساعده ونعرفه بدوره ونراقبه. فده دور مهم جدا للدوله تقوم بيه، دور للاعلام مهم بيه قوي، يعرف الناس يا جماعه اي حاجه مبرره. الاسعار انت عارفه زمان كان بينزل شريط كده على التلفزيون تحت، أسعار كذا النهارده كذا في سوق كذا، سوق الجملة أسعار البطاطس كذا والطماطم كذا ومش عارف إيه كذا كذا. نعم. ينزل الكلام ده، أسعار مثلا الرز من كذا لكذا، أسعار السكر من كذا، على الشريط الصبح، الشريط اللي بيتحط على 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 على, على, على الشاشة بتاعت التلفزيون تحت، يكتب الكلام ده كل يوم. طيب. عارف لما أروح أنا في الشارع واحد أبص ألاقي هنا السلعة بخمسة قروش وفي نص الشارع بعشرة قروش، لا الله. اكتب له السعر الاسترشادي، أنا ما بقولوش سعر، لكن قول له السعر من كذا لكذا في المكان الفلاني. طيب ده بالنسبه لدور الاعلام، ولكن اذا المشكله دايما بتكمن في حاجتين، يا اما السلعه مثلا يعني مغلاف الاسعار فالسلعه تعتبر غاليه السعر، او عدم وجود السعر السلعه في حد ذاتها بسبب عمليه احتكار التجار. لا احنا السلع متوفره واللي بيخبي حاجه بتتقبض عليها وبتتصاد، بس ان كيس او في هذه الحاله ان ممكن تكون السلعه يا اما غاليه يا اما مش متوفره بسبب احتكار البعض. احنا هناك الحمد لله غير متوفره دي مش موجوده، مش موجوده كله اطلاقا، موجود متوفر. طيب كله متوفر. اكيد يا فندم في مرجعيه معينه للمواطن عشان يعرف سعر هذه السلعه، يعني اكيد هو محتاج عشان يتصل بوزاره التموين او الجهات المختصه او المنوطه بذلك، يكون دي يعني معايير استرشاديه عشان يعرف اذا كان هو كده اوكي سعر السلعه مناسب او غير مناسب. وده اللي انا بقول، احنا عندنا المنافذ اللي قلناها دي كلها، سلاسل ومجمعات وامان والداخليه والجيش والزراعه وكل ده حاطين اسعار معلنه كبيره. نعم. زائد انا بقول خلي الاعلام على التلفزيون كل القنوات تنزل الإعلام. الشريط اللي تحت ده كده تكتب سلع الرز من كذا لكذا، اللي مش عارف ايه، العدس من كذا لكذا، الفول من كذا لكذا. احنا يمكن منزلين دلوقتي على الشاشه الخط الساخن لجهاز حمايه المستهلك، طبعا ده مهم جدا ان كل المشاهدين يتواصلوا مع هذا الخط في حاله وجود اي مشكله تتعلق باي سلعه سواء غير متوفره. طبعا حضرتك بتقول الموضوع انها غير متوفره، ده مش وارد، لا موجود كل حاجه متوفره، او في حاله غلاء السلعه في حد ذاتها او استغلال التجار. انا بقول لو شركات التليفونات حتى محموله تنزل تطبيقات على اساس يدوس على بتاع يطلع اسعار السلع الغذائيه اليوم، نعم اسعار السلع الغذائيه اليوم في سوق الخضار في سوق الجمله، اسعار السلع الجمله للمستهلك، وهينزلوا الاسعار، خلي شركات التليفون المحمول تعمل التطبيق ده وتنزله. نعم. يبقى تطبيق موجود، عاوزه تعرف الاسعار كذا، مواد غذائيه كذا، المواد اللي مش عارف الاجهزه كذا، واحده واحده. هي عم كل الناس معاها تليفون دلوقتي، يدوس على التطبيق ده يطلع له الاسعار.
ده بالنسبه ليه؟ طيب يعني برضو عايزين نتكلم يا فندم، ايه هي اسباب ارتفاع اسعار السلع تحديدا عند تجار التجزئه او القطاع الخاص؟ يعني دي برضو نقطه مهمه، وازاي برضو يقدر يتعامل معها؟ حضرتك قلت لي برضو هنرجع للخط الساخن والكلام ده، بس من الاساس يعني احنا برضو عايزين نعالج السبب وليس العرض. طبيعه البشر، طبيعه البشر، بس لما هيلاقي رادع تمام هيتراجع، لكن طبيعه البشر عاوز يكسب اكبر قدر ممكن. في ناس ما مش طماعه مش هتحاول، لكن طبيعه البني ادمين كده، في ناس عاوز تكسب اكبر قدر ممكن من المكسب. طيب في مجرد سمع ان القمح هيغلى بقى مش هيجي وهيغلى قام مزود 50% في رغيف العيش. فعلا الله، ازاي تقول لي 50%؟ ده رغيف العيش ده بخمس ساغ ده اللي قده بالظبط بيتباع بجنيه ونص. طب ازاي يعني؟ المشكله ان الزياده لما بتزيد ما بترجعش تقل تاني. ايوه، ما انا بقول عشان كده يعني احنا بيستغلوا الازمات للزياده، يعني ولما الازمه تنتهي لا تقل الاسعار. لو انتهت الحرب دلوقتي خلاص بقى هو لازق على السعر. هو امر ثابت لا مفر منه يعني. مع ان السائن المخبز او التاجر الصغير مش هو اللي بيستورد القمح، ومش هو اللي بيزرع القمح. الدوله هي النهارده الرئيس رفع امبارح سعر توريد القمح، تمام، زودوا خالص. في نفس الوقت مع سعر التوريد الجديد ومع سعر القمح اللي عندنا موجود، احنا يعتبر الدقيق ما زادش بالصوره اللي هم مزودين بيها سعر الرغيف. وبالتالي يعني عاوزين ايه؟ يعني الرئيس قال لك بدل ما هنستورد بره من القمح غالي هناخده من الفلاح واديله سعر قريب من اللي بره. طب برضه في سؤال برضه بالنسبه لتجار التجزئه او البقال زي ما كان بيقال عنه زمان، يعني يمكن هناك الكثير من التكالب على المولات او الهايبر ماركت بسبب ان اسعارها بتبقى عندها عروض واسعار مخفضه. يجي بقى تاجر التجزئه او البقال او السوبر ماركت الصغير يقول طب انا ذنبي ايه؟ يعني انا ببيع باجزاء صغيره مش زي المولات، فبضطر ان انا ارفع الاسعار. حضرتك تقول له ايه؟ وهل يمكن ايضا ان تقوم الدوله بدعم مثل هؤلاء التجار الصغار؟ الهايبرز والسوبر ماركت هي اللي بتبيع غالي. لا، المجمعات البقالين الصغيرين وبقالين التموينيين، بقال التمويني بيدي تموين، ده بتعب سعر التموين. لا، التموين ده قصة تانية. البقال واحنا يعني ما فيش حد في العالم دلوقتي عنده بقال صغير وحاطط الجبنة جنب الحلاوة جنب بتاع. لا، موجود في بعض الأماكن الشعبية. في الأرياف خالص أو المناطق الشعبية، هم جزء من مصر يا فندم. لكن الناس في المناطق الشعبية دي جنبهم في مجمع استهلاكي، ما فيش منطقة شعبية مش فيها مجمع استهلاكي. تمام. ومفيش فيها عربيه متنقله بتاعه قوات مسلحه وبتاع الجيش. وبالتالي عارفين السعر. واحنا بننصح الناس، مش بنقول لهم ما تاخدوش من البقالين، لا، شوفوا الاسعار اللي موجوده ايه وخد من البقال اللي انت عاوز تاخد منه، بس قول له لا السعر كذا. واعتقد ان مش البقالين الصغيرين اللي بيزودوا على فكره السعر. تمام. يعني الهايبرز اللي بيزود السعر. لا، انا اقصد احيانا بيبقى في عروض في الهايبر ماركتس وكده، فطبعا اغلب الناس بيجيب المخزون الشهري شهريا او اسبوعيا. اللي بيعمل الكلام ده الناس مستويات المعتنقه. نعم، ولكن الناس اللي على قد حالهم، انا اعمل ايه؟ على قد حاله ما بينزلش يجيب ب 1000 جنيه مره واحده بضاعه حاجات الشهر رمضان. طيب يمكن عندي انا بيعمل الكلام ده اللي مستوياته العاليه شويه. طيب بالنسبه للحظ نرجع برضو مرجونا بالنسبه للمخابز المدعمه، يمكن عندي هنا احصائيه يا فندم انا استغربت جدا الحقيقه، يعني لدينا 30 ألف مخبز بلدي مدعم ينتج 250 مليون رغيف يومي بموازنه 50 مليار جنيه في السنه، يستفيد منها 22 مليون اسره بعدد 71 مليون فرد بسعر 5 قروش. 70 مليون، وانا بقول لك 7 يعني كيف تتم الرقابه يعني على هذه المخابز المدعمه؟ يعني المخابز يعني دي الدوله يعني بتسلمها، والحفاظ على قوت الشعب. المخابز الحقيقه المخابز المدعمه بتاع العيش ال 80 بتسلمه كميه من الدقيق وبتستلم منه عدد من الارغفه. تمام. او بتقول له سلم عدد من الارغفه. دي مفيش فيها لعب، ماشي. خلاص، الا اذا سرب بقى شوالين ثلاثه من ورا الباقي كده وباعهم بره بسعر تاني، وده اللي بيتمسك. لما سرب دقيق او لو ظبطوا دقيق تمويني ماشي في الشارع في عربيه بتمسك العربيه وبتقبض عليه. فدي ما فيش منها خوف، لكن انا بتكلم على تسعير الرغيف بالخمس قروش، ده ما ينفعش. نعم، ما ينفعش اعمل 320 رغيف بدولار، يعني حرام. ده يعني بيغري الناس انهم يستخدموا استخدامات اي كلام. طيب عقوبه من يتلاعب بقوت الشعب، يعني ان هم ما بيقدمش في عقوبات، حبس وغرامات الخدمه الى مستحقيها. في حبس وغرامات، القانون موجود، لكن عمليه تنفيذ القانون بقى وانك تدقق يعني تشدد الرقابه وتنفذ القانون، دي المشكله. هتنفذ القانون، انت عاوز تحط على كل مخبز حد يقف يراقب.
في رقابه جديده وكل حاجه، لكن مهما ما هتعمل هيبقى في تسريب. نعم. لو ما حصلش تسريب، التسعير نفسه للرغيف بالسعر ده بيؤدي الى اهدار كم كبير جدا من القمح. تمام. طيب ده بالنسبه يعني احنا حتى كان عندنا اهدار في الاول المدعم. في القمح من عمليه التخزين والصوامع. احنا بعد ما كان عندنا طاقه الصوامع مش عارف مليون طن، دلوقتي بقى 3 وشويه، وبيعملوا هيعملوا اكتر من 4 وشويه. نعم. كان بيخزنوا زمان في اماكن مكشوفه وبيهدر جزء كبير منها، وكان بيجي القطر بتاع السكه الحديد ده اللي جايب القمح كان بيتسرق في السكه القمح منه، بتقع تشر منه في السكه والباقي يتاخد منه. يعني دلوقتي في ضبط شويه، لان العمليه كان العصافير بتاكلها 10% وبيهدر 20%، الكلام ده كله اتلم دلوقتي. وبعدين احنا عندنا توسع راسي وتوسع افقي في القمح، احنا عندنا مليون فدان دلوقتي جداد، زائد توسع راسي. احنا دلوقتي الفدان بيطلع 18 ارداب، وصل ل 20 كمان في بعض المناطق. يعني توسع راسي كويس جدا. ولو كملنا الارض اللي هتتزرع قمح تاني بعد كده، هنوفر كتير جدا من اللي بنستورده. بس المطلوب ترشيد استخدام القمح. طيب ده واحد. نفس الكلام بالنسبه للذره، الذره مهم جدا كعلف ولانتاج زيوت، وبرده اضافات بيتعمل منه عيش. انا كنت زمان عملت كتاب عن رغيف الخبز. وقلنا المصريين بيعشقوا العيش. طبعا. واسمه عيش من المعيشه. طبعا اكيد. وبيعملوا العيش بقى في الفلاحين. كان زمان الست بتقوم من الفجر تخبز. نعم. ويطلع ريحه العيش كده، العيش مخبوز كده في القريه كلها والناس طالعه فيه. وكان سيد درويش غنى ايه؟ ايوه. الحلوه دي قامت تعجن في الفجرين. فعلا. وديك بيدن كوكو كوكو. ويعملوا العيش بقى بالسمسم وبالحلبه وبالذره وبالحب السوداء. خير يعني، فعلا كان في خير الحقيقه. وعيش مرحرح وعيش مصنوع وعيش بالتاو وعيش مش عارف ايه، بيتفننوا في صنع الخبز. نعم. وكان الرغيف بتعريفه وقرش ساغ، وكانوا كله، ما فيش حد في الارياف كان بيشتري عيش خالص، كله كان بيحبس يوم بيوم طازه. دلوقتي كل الارياف ما بتخبزش، كله بيشتري عيش مدعم، هيروح يخبز ليه اذا كان الرغيف بيديهوله بخمس قروش؟ طيب. احنا فعلا دلوقتي اتكلمنا يعني على وجه التحديد على الدعم، خاصه على رغيف العيش. لو حبينا نتكلم برضو عن رغيف العيش السياحي، ده برضو وضعه ايه؟ يعني بعيد عن العيش المدعم. ما اللي انا بقوله لك عليه، رحت اجيب العيش. انا ما بشتريش عيش طبيعي، بس انا معدي على الراجل فجيت اجيب منه عيش، لقيته يبيع العيش الفينو اللي قد كده بجنيه ونص. طيب الحل ايه يا فندم؟ احنا المفروض يكون في رقابه وفي ضبط الاسعار لرغيف العيش السياحي. يعني انت مستلم الضيق الابيض بتاعي اللي هو استخراج 72 بكذا، بتعمل الرغيف ده اللي وزنه كذا، بتعمله كده ليه؟ طيب يعني ما هو الدور الرقابي او دور يعني ازاي التمويل الرقابه على الناس على الافران دي؟ طيب لازم في حاله احنا عندنا شعبه عامه للمخابز، هذه النوعيه من المخبوزات بهذه الاسعار الباهظه، يكون التصرف ايه؟ عشان المواطن في الاخر، المواطن بيضطر ان هو يشتريه ويدفع السعر المطلوب. ما طبيعي الطفل اللي رايح المدرسه الصبح مش هياخد رغيف بلدي بالظبط بخمسه، عاوز يجيب رغيف فينو. طيب الرغيف فينو بقى بجنيه ونص. بقى بجنيه ونص رغيف الفينو. مظبوط. وحجمه صغير جدا. كده اهو هو كده. انا كنت اجيب لك معايا وانا جاي واحد يشوف قد ايه. فده دايبينهم سايبينه ليه؟ بيسيبوا ده ليه؟ فين وزاره التموين ما بتعديش على الناس دي ليه؟ بتعملوا ده كده ليه؟ طب توصيات حضرتك، يعني توصيات حضرتك تشديد الرقابه على المخابز. مش المخابز طبعا البلديه اللي بتنتج المدعم دي عليها الرقابه طبيعي. تشديد المخابز على المخابز الثانيه الفرنجيه اللي موجوده عادي في كل حته، يعدي عليها جوده بكام وبتبيعه بكام وكنت بتبيعه بكام. زودته ليه بدون مبرر؟ طب الحقيقه انا برضو احنا في حين يا فندم، يعني احنا برضو في اشكاليه، يعني عارفه حضرتك بين فكي اسد زي ما بيقول. يعني المفروض المواطن بيقول سعر رغيف العيش السياحي او الفينو بشكل عام غالي جدا بالنسبه للحجم او الكميه. على الجانب الاخر صاحب المخبز بيقول سعر الدقيق غلي. لا طيب لغايه دلوقتي بين هذا وذاك يعني لغايه دلوقتي إيه؟ لغايه دلوقتي ما غليش. تمام. هو غلى ليه؟ ده حضرتك في الوقت الراهن. لغايه دلوقتي من يوم ما قامت الحرب دي لغايه النهارده ما غليش، مش كده؟ في ال 15 يوم اللي فاتوا دول ما غليش بالتاكيد. طب انت زودت ليه؟ ولسه مش هيغلى دلوقتي. لان انا اولا حتى القمح اللي جاي لي وصل لنا كام شحنه، دول كانوا متعقد عليهم من زمان وجايين. يعني كل الكلام او الحاجه دي تعتبر حاجه جواهيه ملهاش اساس من الصحة. ان عندنا ده كله دلوقتي بالاسعار القديمه. نعم. واللي الافران بتستلمه بالاسعار القديمه. واللي بيتداول في السوق، يعني سعر كيلو الدقيق اللي في الجمعيه المجمع الاستهلاك دلوقتي زي ما هو ولا غلي؟
زي ما هو. طب انت غليت ليه؟ يعني دي يعني رساله حضرتك عارفة بتوجهها لكل مواطن دلوقتي. لو انت سلعه مثلا معمره ويقول لك السلعه زادت بره مثلا 20%، فانا هبيع اللي عندي بزاد 20%، طب انت جايبها برخيص، هقول لك لا، ما انا عشان ابيع دي ب 10 قروش واروح بكره اجيبها ب 12 قرش، لا، فانا ببيعها بسعر اللي هحل بيه بدل سعر الحلال. لكن انت بتجيب يوم بيوم دي المنتج الغذائي اللي انت بتجيبه ده يوم بيوم هو سعره زي ما هو. طب بالنسبه للاحتكار يا فندم، هنرجع تاني مرجعنا للاحتكار، لانه في الاخر هو جزء لا يتجزأ من المشكله في حد ذاتها. يعني زي ما احنا كلنا عارفين، الاحتكار يعتبر افه من افات كل العصور، مش في وقتنا هذا، ويعتبر مرض لعين بيصاب به جميع يعني المستغلين او التجار بقوت الشعب. كيف يتم التعامل مع المضبوطات بالنسبه للمحتكرين تحديدا؟ بتصادر وبياخد حبس او غرام على طول. يمكن حتى كان في مضبوطات في الكثير من القرى، يعني قريب كان في طنطا كله بيتصادر كل يوم فاخر. كل يوم بقول لك صادروا كذا عربيه، ما شايله دي ودي شايله رز، ودي مخزنها في مخزن هجيبها عن التداول. بتصادر وبياخد حبس وغرام، والقانون مشدد في الكلام ده، ومرجو ان المحاكم تتشدد في الكلام ده. تمام، يعني تنفذ القانون عشان الناس يعني ترتدع شويه. طيب بالنسبه للقمح والذره والزيت زي ما حضرتك اشرت يعني او اشرت ليهم لهذه السرعة في اول الحلقه، هل هناك اسواق بديله ممكن احنا نلجأ لها خلال الفتره القادمه، ولا هي يعني بالنسبه للاستيراد الاسواق اللي بيجي منها زيت ما تاثرتش خالص؟ تمام. احنا بنجيب زيوت من جنوب شرق اسيا، سواء زيوت نخيل او زيت ذره او زيت عباد شمس او كل الكلام ده، والحمد لله موجود متوفر عندنا مخزون كبير منها. ولسه لغايه دلوقتي المخزون اللي عندنا يكفي كتير. احنا بنستورد اكتر من 80% من الزيوت بتاعتنا. يعني بننتج زيوت، احنا 80% من زيوتنا بننتج زيت بذره القطن، حاجه بسيطه، وشويه زيوت حاجه بسيطه قليل يعني. لكن اكتر من الزيوت بتاعتنا، اكتر من 80% من الزيوت بتاعتنا مستورده من بره. الفول احنا بنستورد اكتر من 80%. طب دي مشكله برضو يا فندم في حد ذاتها فعلا. انت ما بتنتجش بذور زيتيه، انت ما عندكش بذور زيتيه، بتنتج عباد شمس قليل، زيت بذره القطن طبعا بذره القطن حاجه بسيطه دلوقتي، زيت عباد الشمس برضو قليل اللي بتعمله يعني ما عندكش. طب حضرتك اثرت نقطه مهمه جدا يمكن في سياق كلام حضرتك، لا احنا ما بننتجش البذره الخاصه او الزيت او الحبوب الزيتيه، ليه ما بننتجش؟ احنا ناقصنا ايه؟ يعني اعتقد ان احنا كبلد زراعيه نقدر ان احنا يعني الحمد لله عندنا كافه العوامل التي تسمح بانتاج مثل هذه الحبوب. انا ما بنتجش فول ليه كتير واستورد ليه فول؟ ما انا انتاج هنتج فول كتير، هزرع اراضي كتير فول، يبقى هحجبها الاراضي دي عن محصول تاني. انا عندي مساحه معينه من الارض وكميه معينه من المي، نعم، وبعمل تبديل وتوافق على الحاجات دي. هنتج من دي كتير قوي، يبقى هاثر على التانيه دي. فانا بوازن بين دي ودي، اشوف اللي انا يعني. احنا كنا بننتج، احنا كنا في وقت من الاوقات ما كنت في الكليه في اول سنه، كنا تاني دوله في العالم تصديرا للرز. طبعا كنا تاني دوله في العالم تصديرا للرز. النهارده احنا منعنا تصدير الرز عشان كميات الميه، لان الرز شره للميه، ووقفنا يعني حضرتك يعني كل قطعه بنستورد بعض انواع من الرز. فاحنا انا بيقول لي طب ما تزرع رز زي ما كنت بتزرع الاول. طب والميه والارض هعمل لها ايه؟ يعني حضرتك يعني اللي انا فهمته ان كل مساحه ارض محدده في مصر هي مخصصه لزرع محصول معين او منتج زراعي معين. تبديل وتوفيق بين المحاصيل المختلفه، اشوف نهو اللي هيديني اكبر عائد اكتر وازرعه. انا النهارده القمح، انا ممكن ازرع قمح زي ما انا عاوز واغطي حاجتي من القمح، بس هاجي على حساب محصول تاني مش هقدر ازرعه خالص. يمكن من هنا يا فندم تتضح برضو يعني رؤيه القياده الرشيده برئاسه فخامه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في استصلاح الاراضي ومحاولاته الحثيثه لتوسيع الرقعة الزراعيه. ده التوسع الراسي والتوسع الافقي. نعم، توسع افقي زياده المساحات المزروعه، توسع راسي زياده الانتاجيه بتاعت الفدان. طب نتكلم اكتر عن النقطه دي، لان النقطه دي ممكن الكثير من المشاهدين مش عارفين مدى جدوى هذه الاستراتيجيه. تعتبر استراتيجيه داخله في خطه التنميه المستدامه اللي بتقوم بها الدوله ضمن خطه التنميه المستدامه العالميه. ازاي او ما هو مدى استفاده الدوله بعمليه استصلاح الاراضي وعمليه توسعه الرقعة الزراعيه؟ طيب احنا كنا في وقت من الاوقات كنا طول عمرنا بنسمع ان احنا الاراضي الصالحه اللي المزروعه عندنا 5-6 مليون فدان بالكتير. نعم،
احنا النهارده قربنا من العشرة ولسه في مشروعات تانية هنبقى 12 و13 فدان. تمام. الى حد كبير احنا زودنا، بس احنا برضو مضغوطين علشان كمية المية. احنا شايفين الحرب اللي هتحصل، اللي هيحصل في المية دي، وبنحاول ندبر وسائل مختلفة عشان يعني جمايلنا زمايلنا اصحابنا العرب بيقول يا عم انتوا عندكم النيل ما تزرعوش. يا عم عندنا النيل ايه؟ النيل وهو موجود لكن ما نقدرش كمية معينة. اللي عندنا 55.5 مليار متر مكعب، وعندنا حوالي 15 جوفية ومطر ومش عارف ايه، يبقى كل اللي عندنا 70 مليار متر مكعب. دول مفروض ان انا هستخدم وسائل ري حديثة عشان اقدر ازرع اكبر مساحة، زائد عيد تدوير مياه الصرف الزراعي ومياه الصرف الصحي عشان اقدر ازرع بيها حاجات تانية. ده غصب عن الدولة يعني، لكن احنا هم ماشيين الخطة اللي هم ماشيين بيها والرئيس ماشي بيها، انه بيستصلح اراضي جديدة، بيزود مساحات كبيرة الزرع محاصيل اللي احنا بنستوردها. هل احنا نقدر بعد 3-4 سنين نستغنى عن استيراد القمح؟ اكيد هنقدر، او ما هو بس بس ما يأثرش على محاصيل تانية. ما انا بزرع قمح يا هزرع ايه؟ بزرع، لازم ازرع برسيم اولا. ما ينفعش ازرع القمح الارض تقعد تزرع كل سنة قمح، ده لازم دورة كده ودورة كده، كل حاجة ليها وضعية او ليها طريقة لو معينة. لو بطلت ازرع برسيم ما انا عاوز علف مواشي. مظبوط. انا محتاج ده عشان ده محتاج، وده محتاج. زائد التربه بتاعه اللي زرع فيها برسيم بتقوى، بيبقى الزروع العقديه بتاعتها بتقدر تزرعها محصول تاني، فبتزرعها مره كده ومره كده. طبعا هو يعني يبرز هنا دور القياده الرشيده فعلا، في القياده الرشيده ومن الناحيه العلميه يعني، الناحيه العلميه وزاره الزراعه مع الجهات المختصه، وزاره الزراعه عندها مزارع تجريبيه وعندها ابحاث وفي كل المجالات، الزراعه عشان تنميه الانتاجيه وزياده الانتاجيه ويجيب سلالات جديده وتطلع محاصيل افضل، ده موجود. ده الحمد لله عندنا وزاره الزراعه فيها مجموعه كويسه جدا من العلماء وشغالين فيه. جميل. طيب بمناسبه العلماء والباحثين، ايضا اعتقد ان هناك جهات اخرى كانت منوط بها التعاون مع جهات الدوله المختلفه من اجل ضبط الاسعار خلال هذه المرحله. كان في مبادرات شبابيه ومجتمعيه، كيف يتم التنسيق مع هذه المبادرات على وجه التحديد للوصول إلى المواطن بمنتج سعره يعتبر منافس ومتوفر يعني أينما طلب؟ ده هيجي دور الجمعيات الأهلية. الجمعيات الأهلية زائد التشريعات اللي بتطلعها الأجهزة التشريعية بتاعتنا. الجمعيات الأهلية سواء بتوع حماية المستهلك أو جمعيات متابعة الأسواق، لو في جمعيات تتعامل مع حمايه المستهلك، جمعيات اخرى عشان تتابع الاسواق، وجمعيات توعيه للناس، ده كله مطلوب عشان نقدر نخط المرحله دي. ومش المرحله دي بس، اصل المرحله دي مش مرحله وتعدي. نعم. انا هفضل طول عمري بجري ورا الكلام ده، لان انا طبعا عندي زياده في السكان كل سنه 2 مليون 2 مليون سنويا. 2 مليون دي دولتين ثلاثة في الخليج، عدد سكانهم ما يجوش 2 مليون. مظبوط. يعني احنا زيادة كده. نعم. طيب يعني سؤال أخير بيطرح نفسه طبعا، وإحنا مقبلين على شهر رمضان المبارك، شنطة رمضان. بالتأكيد شنطة رمضان يعني جمعيات ومؤسسات المجتمع المدني بتسحب كميات غير طبيعية من الأسواق لتحضير شنطة رمضان. كيف يتم تعويض ذلك بالنسبة للمواطن؟ لا، ما هو بيسحب من السوق عشان ينزل السوق، وبيسحب من السوق عشان يروح للمستهلك. أيوة. ولكن المستهلك إلى فئة اللي هم الأكثر احتياجا، وبالتالي الفئات غير المستحقة ممكن يكون في عجز في بعض الاحتياجات نتيجة السحب غير طبيعي. هم بيدوا للمستحق بس. أنا النهاردة لما أسحب مثلا 10,000 طن فول مثلا من السوق عشان أحطه في الشنط لتحضير شنطة رمضان، طيب ما هو أنا كان الناس كانت هتشتريهم، هيروح لهم ببلاش. فهو يعني مش بيسحبه من السوق، مش بيسحبه من المتاح للاستهلاك، لانه سحبه من المتاح للاستهلاك وحطه في المستهلك، فحطه للمتاح للاستهلاك. يعني ده لن يؤثر، ما سحبوش من السوق، خده ورداه بره. ده هو حطه في السوق برضه. تمام. وبالتالي شنطه رمضان هي بتيسر على اللي مش قادر، وبتدي له السلعه اللي هو عاوزها ببلاش، يعني تحط له شويه تمر وشويه سكر. طيب. وزيت وسمن وشويه فول ورز وعدس، هو كان هيشتريهم، جابهم له ببلاش، فخف الضغط على السوق. طيب كلمة أخيرة حضرتك توجهها للمواطن وأيضا إلى الجهات المختصة بضبط الأسعار خلال هذه الفترة. المواطن بقول له ما تسيبش حقك. نعم. وشوف السوق الأسعار فيه في كل حتة كام، اعرف الأسعار، ثقف نفسك بالأسعار، وده بمساعدة وزارة الإعلام وأجهزة الإعلام،
واختار الجهه اللي بتبيع بالسعر المعقول والجهه اللي تلاقيها بتتغالي في الاسعار بدون مبرر. الجا للجهات المسؤوله، الجا لحمايه المستهلك والجا لوزاره التموين والجا لمباحث التموين. للدوله انا بقول زودوا الرقابه في الفتره دي، وعلى طول المفروض الرقابه تبقى موجوده على طول. واعتقد ان وزاره التموين ومباحث التموين قايمين بدورهم كويس. اكيد طبعا. شكرا جزيلا للدكتور عبد الستار عشره مستشار اتحاد الغرف التجاريه، كنت ضيفا كريما معنا، اشكرك جزيل الشكر. مشاهدينا الكرام، الدوله حاضره وبقوه وتنحاز دائما الى المواطن. استفدنا كتير جدا من ازمه كورونا، والان هناك ربما ازمه تتأثر بها مصر وغيرها من الدول العربية، أزمة روسيا وأوكرانيا، ولكن لجنة على أعلى مستوى لإدارة ملف الأسعار تحت رئاسة دولة رئيس الوزراء، بالتأكيد مصر دائما حاضرة، مصر دائما داعمة للمواطن المصري، وإن شاء الله مصر تستطيع. نحن منها وهي منا، وإن عاد بنا الزمان لعدنا. إن شاء الله نشوفكم بكرة في نفس الميعاد. ومصر كل يوم، تحياتي وتحيات فريق البرنامج، كنت معكم أنا رانيا البليدي، إلى اللقاء.